أي أهل الإيمان شقاء قدام دبي يا أيها الذين آمنوا يعني يا أمر ما بشكيت كي إنسان مسلمانكم قدام مناسب أم في خبر مناسب بين على القرآن ثم أسمى شهادة اتباع أمر القرآن في اتباع قدام مناسب أم سنة في خبر تحديد للدنيا يجي الشرف العزت أم إيش كافران أسر يخدا قبيني كولنجيز يهودين خريستيانا رو و ایب دیپنی که نه نابینا مسلمانا ام زمان سری خدا کنه نه عزیز از ای ور برکیه نه خوی تعالا سرمتا دنیا ای ترکیه دست انسیمانا خوی تعالا انت سی بلشتیه زو و نصیحت العباد فکر یعنی خدا به کائنات چاش و منفعت ما خلق کریه خدا از احکامه که شما را تیگیت قرآن کریم از ما را فرس که تبسید منفعت انسان خوی تعالا خلاص يلا اتباع القرآن خلاص يلا عزت على مصر بالقايا اتباع الرياض حمدا أصحابي حمدا عالو مشايخ اللي يبرر بلد عالو نبي استوى القرآن لو كتابات كتاب كتابات ما فيها بل كلية غلا صار القرآن من دون ناس نكتب ولا تكتابه بس أقول بالبل يخدم بيجي بيجي نكتب خشوا لا تكتابه çünkü farklı cihette beraber buluşuyoruz.